اهلا شباب، عاملين ايه؟ فيديو اسئله جديد وجاي لك بقى، وجايب يعني احدى مشروباتي المحببه، وعلشان هرد على معظم الاسئله اللي جت في البوست اللي عملته على المنتدى من كام يوم. بس حابب اقول لك ان الاسئله اللي هرد عليها انا ما شفتهاش قبل كده، يعني انا هفتح دلوقتي المنتدى قدامك وهشوف الاسئله هتكون بالترتيب الاكثر اعجاب واخد الترتيب الاول وهكذا، وهبدا ارد على اكبر عدد من الاسئله، لان لو رديت على كل الاسئله وقت الفيديو هيطول، ده حوالي 160 سؤال. خلينا بقى من غير ما نضيع وقت نبدا نشوف الاسئله اللي جت ونرد على اول سؤال. بس عبال ما الصفحه تحمل تنزل تعمل اعجاب بالفيديو، تعمل سبسكرايب في القناه، فعل الجرس عشان ما تفوتش حاجه تانية عليك. وخلينا نبدا معاك باول سؤال. اول سؤال جاي من احمد خالد، بيقول حضرتك تنصحني اجيب النوفا 5T ولا استنى المي نوت 10 لايت؟ انا عايز تليفون يعيش معايا. طب يا حميد هقول لك على حاجه، لو هتتكلم على اداء النوفا 5T فهو اداء معالج قوي جدا في الفئه الرائده، موجود في فئه متوسطه، وده مش موجود غير في شركه هواوي، وده طبعا بسبب المشكله اللي احنا عارفينها. بس انت لو عايز اداء، انا من رايي النوفا 5T اداؤه اقوى من المي نوت 10 لايت. تاني سؤال من ايجيبشن مونستر، بيقول لي انهي افضل، السناب دراجون 730 ولا 930 جي؟ والشاشات الايدج ممكن تعمل تاتشات غلط بسبب بطن ايدي هتبقى على حافتها. بص يا معلم هقول لك على حاجه، السناب دراجون 730 930 جي 720 920 جي، المعالجات دي قريبه جدا من بعض، بس هي كلمه جي دي وجايه مخصصه او موجهه للجيمنج او الالعاب. فالاربع معالجات اللي قلت لك عليهم دول هتاخد منهم اداء متقارب جدا، فخلينا نقول ان ادائهم قريب جدا من بعض. اما عن شاشات الايدج ممكن تاخد امر غلط بسبب ان هي تكون في بطن ايدك، فده ممكن يحصل فعلا. والسؤال اللي بعد كده بيقول، هو موبايل شاومي مي 9T لسه ممتاز لحد دلوقتي وبكام سعره؟ هو من جهه ممتاز، فالجهاز ممتاز وانا برشحه بقوه لحد دلوقتي. وبالنسبه لسعر الجهاز فانا مش متاكد منه علشان ما اقولكش اي سعر وخلاص، بس اكيد هتلاقي سعره نزل شويه واكيد هتلاقي الجهاز قليل في السوق. السؤال اللي بعد كده من يوسف عبده، بيقول هو الريدمي نوت 9 العادي هينزل امتى؟ يعني اكيد قصده سعره هيكون كام. حته هينزل امتى، المفروض ان كان ينزل في منتصف شهر 6 واعتقد هينزل في اخر شهر 6. سعره كام دي؟ فاكيد هيكون تحت ال 3000 جنيه ومش بعيد يكون في رينج 2500 2600. طيب السؤال اللي بعديه من زياد محمد، بيقول لي عندك كام سنه وبتجيب التليفونات منين وترشح لي تليفون في فئه 3000 جنيه؟ عندي كام سنه؟ فانا عندي 28 سنه. بجيب التليفونات منين؟ بشتريها من جيب الخاص، مفيش شركات بتدعمني. وارشح لك تليفون ايه في فئه 3000 جنيه؟ اولا انت ما حددتليش انت ايه مواصفاتك او اهتماماتك بالتليفون عشان ارشح لك، فخش على نفس سؤالك ده وسيب في كومنت ايه هي اهتماماتك وانا اقول لك افضل جهاز. والسؤال اللي بعديه من جون سلامه، بيقول لي وممكن سؤال اخير، هو كان ايه السؤال الاولاني؟ هل موبايلات شاومي بتعيش وجيده؟ اصلا كنت بسمع انتقادات عنها. بص يا صاحبي اقول لك على حاجه، زمان شركه شاومي كان فعلا فيها مشاكل كتير، ولكن دلوقتي الوضع اتغير. دلوقتي شركه شاومي من اقوى الشركات المنافسه في الساحه المصريه، بس الوضع اتغير لان الشركه الوحيده حتى الان او هي اللي بدات بحتة الضمان 6 شهور على الشاشة، فأكيد هي واثقة من منتجاتها الحالية. ولو هتتكلم عن التكوين الداخلي والمذر بورد، ففي الفترة الحالية بالتحديد شركة شاومي بدأت تحسن فعلا من خامتها في التصنيع. فخلص الكلام، لو انت حابب تجيب حاجة من شركة شاومي ما تقلقش، هات وانت مغمض. طب السؤال اللي بعد كده من زياد محمود، بيقول لي ايه هو جهازك الاساسي وايه رأيك في تليفون سامسونج جالاكسي A71؟ الجهاز الاساسي حتى الان الاف 11 برو، وده الاكتر من سبب، منهم الشاشه الكامله. وانا عملت فيديو وقلت الجهاز تمام بعد شهور استخدام، كان قصدي عليه في 11 برو. لو ما شفتوش شوفه، الفيديو ده هيفيدك. اما عن رايي في سامسونج جالاكسي A71 فهو من افضل ما انتجت شركه سامسونج، ده باختصار. السؤال اللي بعديه من محمد، بيقول لي من خلال خبرتك هل فعلا اجهزه شاومي يعتمد عليها لاكتر من سنه ولا ادائها يعني بيقل مع الوقت؟ ارجو الرد، اديني رديت اهو يا عم محمد. هقول لك على حاجه، اي جهاز في العالم كله اداؤه بيقل مع مرور الوقت، ولكن خلينا نكون متفقين ان شركة شاومي ومن فترة يعني كبيرة كان يعني لا يعتمد عليها بشكل كبير، بس مع التطور اللي هي عملته فيها والخامات التصنيع اللي بقت تستخدمها بشكل افضل مما سبق، فاقدر اقول لك ان شركة شاومي يعتمد عليها فعلا سنة واثنين وثلاثة. السؤال اللي بعد كده من محمد عصام، بيقول لي من احسن اليوتيوبرز اللي بتفرج عليهم في المجال ده، في كمية امانة في كلامك بحبها جدا حبيبي يا محمد، وكمان اجتهادك ومعرفتك كويس قوي بالموضوع وبالكلام اللي بتقوله، عاش والله، استمر من اشد متابعينك. تسلم يا حماده على الكلام الجميل ده، ولكن ده مش سؤال، ده يحتاج لايك وقلب كمان. طيب هي باقي الاسئله يعني شبه تقليديه او يعني بتتكرر، فخليني ناخد كده سوايب سوايب سوايب، والسؤال اللي ده هتقف عليه هرد عليه. السؤال اللي انا وقعت عليه وهو من يوسف روبل تك، بيقول لي انت بتكلم الشركات ولا هم اللي بيكلموك؟ وايه هي النصايح اللي بتديها لليوتيوبر الصغيرين بتوع التك؟ يا رب تقول للناس يشوفوا قناتي. اه طب يا جماعه شوفوا قناه يوسف روبل، لو يستحق الدعم فاكيد ما تنسوش تعملوا لايك والكلام ده كله. اما عن حته الشركات بتكلمني ولا انا بكلمها،
ولا الشركات بتكلمني ولا انا بكلمها، حتى لان مفيش اي دعم من اي شركه. كل حاجه انا او كل يعني تليفون انا بشتريه من جيبي الخاص. واهم نصيحتين اقولهم لاي يوتيوبر في مجال التك بالتحديد بادئ فيه، اول حاجه الاستمراريه والصبر، وتاني حاجه انك تطور من نفسك وحاول تستغل اي حاجه حواليك عشان تطلع افضل صوره وافضل جوده ممكنه. وانا عملت فيديو من فتره عن ازاي تبدا على اليوتيوب، يعني لو ما شفتوش انصحك تروح تشوفه، فيه معلومات كتير. والسؤال اللي تحتيه على طول من محمد سمير بيقول لي ليه ما فيش كارت يزود الرام زي ما في كارت يزود الميموري عاش، او زي ما في كارت يزود الروم يعني المساحه الداخليه. سؤال ممتاز جدا يا محمد والله، ودي فكره جميله ان احنا نعمل عنها فيديو. ولكن ارد عليك باختصار، ما ينفعش شركه تعمل الحركه دي، لان انت كده هتعلي الرام، فبالتالي النسخه البرو منه او الجهاز اللي ينزل بعديه مش هتجيبه، وانت تقدر تجيب كارت الرام وتعلي بيه الجهاز فمش هتجيب اللي بعديه. يعني ده باختصار او يعني اللي انا اتوقعه ليه الشركه ما تنزلش حاجه زي كده. ولكن خلينا نعمل فيديو مخصص عشان نعرف التفاصيل كلها. طب يا جماعه الاسئله كتير جدا فعلا، وانا لو سرحت مع الاسئله هناخد وقت كبير من الفيديو، فانا مش حابب الفيديو يبقى طويل، حابب اكتفي الاسئله دي. وخلينا نقسم يعني باقي الاسئله على اكتر من فيديو علشان ما نطولش زي ما قلت لك. بس في سؤال والله جه قدام دلوقتي حابب ان انا ارد عليه، بيقول كيف بدات على اليوتيوب ومين اللي دعمك وكيف جتك فكره تسوي قناه على اليوتيوب؟ طب وده اخر سؤال انا اختم بيه. وحابب اقول لك ان فكره ازاي بدات او جاتني منين الفكره ان انا ابدا على اليوتيوب، الفكره كلها ان انا كنت بحب المحتوى العلمي جدا وعملت قناه علميه ولكن ما جابتش دعم، فالتكنولوجيا قريبه جدا من العلوم او من العلم، فكملت في المجال ده والحمد لله مشيت فيه وكان فيه متابعين وكان فيه ناس حابه اسلوبي فاستمرت فيه. اكتر ناس دعمتني يعني اقدر اقول لك هم اتنين، اول واحده زوجتي وامي. امي برضو دعمتني بالكلام، انما زوجتي يعني هي اول واحده جايبه لي المايك، اول واحده جايبه لي الكاميرا، فكان فيه دعم قوي منها. وفعلا يعني زي ما الناس بقول لك وراء كل رجل عظيم امراه. تالت سؤال والله ما فاكر انت قلت ايه، انا خرجت من البتاعه ونسيت انت كان ليك سؤال كمان. كيف بدات على اليوتيوب؟ والله انت لو قصدك بدات بايه او كده، الفكره كلها ان انا بدات باقل امكانيات، كان تليفون عندي شغلت بيه ومايك بتاع الهاند فري، فاللي عايز يعمل حاجه يا صاحبي بيعملها. فدي كانت كل حاجه في فيديو السبت بتاع النهارده. انا اتكلمت معاكم والله ما شربت ولا بق واحد من المشروب ده، ولكن بقى دي كانت كل حاجه في فيديو النهارده. لو سؤالك ما تردش عليه ما تقلقش، هرد عليك يا اما على الكومنت نفسه يا اما هعمل فيديوهات تانية هقسم فيها معظم الرساله عشان ارد على اكبر عدد من الاسئله. وبس كده وصلت معاك لاخر فيديو، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.